معانا وحلقه جديده من سفره طبيعه صدى البلد. معاكم توته مراد. هنعمل النهارده يمكن اكتر وصفه مشهوره في العيد وهي الفته. سهله وبسيطه طبعا زي ما احنا متعودين، مفيش اي حاجه نعملها مع بعض هتبقى صعبه. هنمشي على خطوات وهعمل كمان تكه بسيطه قوي النهارده في سرق اللحمه عشان تاخدي منها مرقه حلوه. هنعمل لها يعني خلطه كده، او ترتيب الخطوات هيكون مختلف عن الخطوات اللي احنا عارفينها طول عمرنا بنعملها. طيب عشان انا عندي كذا حاجه هعملها النهارده، فهنتكلم ندخل في الموضوع على طول ونشوف مقادير النهارده. الفته المصري طريقتها ازاي؟ حلوه وسهله، مش هتاخد منك اي وقت خالص، وان شاء الله تطلع زي الفل. طيب تعالوا نسمي بالله ونشوف مقادير الفته عباره عن ايه. اول حاجه عندي انا هقول مقادير سلق اللحمه، يعني اسلق ازاي لحمه اطلع منها مرقه حلوه تطعم معايا بقيه الفته. الرز عندي هعمله بالمرقه، الطشه هعملها الدقه هعملها بالمرقه، الصلصه هعملها بالمرقه، العيش هسقيه بالمرقه، فكل لو طلعت المرقه طعمها حلو بقيه الاكله بتاعتي كلها هتطلع زي الفل. عندي نص كيلو لحمه مكعبات طبعا او كيلو على حسب عدد افراد الاسره اللي عندك. عندي كمان بصل، ده لسلق اللحمه، ركزوا معايا الحاجات دي لسلق اللحمه. عندي بصل، كرفس، جزر، ثوم، حبهان، مستكه، ورق لورا، وملح وفلفل. زي البوكيه جرنيه اللي بنعمله لاي سلق حاجه، يعني لحمه، فراخ، اي حاجه تسلقيها بتديها الحاجات الحلوه دي عشان تطعم معايا المرقه. طيب الصلصه عندي مقاديرها عباره عن ايه؟ معايا ثوم مفروم، ثوم كتير، انا عندي ثوم النهارده كتير في الحلقه. معايا عصير طماطم مركز، او لو انت هتعملي طماطم فريش يبقى هتضربي كيلو الطماطم تلت الخلاط بتاعك يبقى ميه، ما تخليش الميه كتير عشان ما تبقاش تاخد وقت معاكي على ما تعزل على النار. معايا خل ابيض، ملح وفلفل، مكعب مرقه، وشوربه من مرقه اللحمه، وشويه سكر، رشه سكر عشان الطماطم بتاعتي ما تحماش على القلب كده لان في حاجات كتير قوي فيها دهون. طيب الدقه اللي هي بالخل والثوم عباره عن ايه؟ ثوم، خل، زيت، شوربه، شوفوا الشوربه يعني ماسكه معايا في كل المكونات. عيش بلدي مقلي او متحمر، انا بحمره في زبده جاموسي مش سمنه، يعني بجيب الزبده البيضه بقري او جاموسي وابتدي ان انا احطها على النار وافضل اقلب في العيش لحد ما يقرمش معايا، يبقى بالشكل الحلو ده. كمان بديله شويه ثوم، ملح وفلفل وكزبره وهو بيتقلب على النار بيدي طعم خرافي. يبقى قلنا عندي الدقه والصلصه والفته. اول حاجه هبتدي بيها عشان سريعا على طول ندخل في المقادير هي ايه؟ سلق اللحمه. ازاي اطلع مرقه حلوه يعني تبقى دسمه كده وطعمها متبهر حلو، وفي نفس الوقت استفيد بطعم اللحمه انها برده تطلع مظبوطه. طيب عندي سمي بالله كده اول حاجه عندي شويه زيت، ركزوا بقى عشان انا هعمل خطوه بالمشقلب، مش هعمل ايه في العادي، احنا بنحط البوكي جرني بتاعي كله وبعد كده بنزل ايه باللحمه والميه تكون غليت طبعا وبنزل بعد كده باللحمه. انا بقى هعمل ايه؟ هشوح اللحمه وانزل بالميه بارده. الميه البارده عندي في سلق اللحمه بتدي شوربه خرافه، يعني مش قادره اقول لكم الشوربه بتبقى حلوه ازاي، حتى جربي في كميه قليله هتلاقي ان الميه البارده هتديكي مرقه هايله. طبعا بقى اللحمه دي عايزه تحطي بقى لحمه ضاني، اي نوع لحمه عندك، يعني لو حد يحب الضاني يبقى بيستخدم اي نوع لحمه. يبقى انا عملت ايه الاول؟ هشوح اللحمه بتاعتي. طبعا الملح زي ما احنا عارفين ما بنحطوش في الاول عشان ما ياخرش سوى اللحمه. رشه سكر عندي هتبقى حلوه قوي، نوى بلح، نوى التمر عندي بتسرع مده السوى بتاعت اللحمه وهي بتتسلق، يعني جربوها بتبقى هايله جدا، لو كان جه في بالي كنت كتبتها وكنا حطيناها. طيب عندي ايه بقى البوكيه جرنيه بتاعي؟ عندي بصل، وعندي ثوم، وبقيه الحاجات بتاعتي اللي تدلع اللحمه معايا كده وتديني طعم حلو. معايا ايه؟ مستكه، فصين ثلاثه كده مستكه، معايا ورق لورا اهو، والحبه هنا. نعمل ايه؟ وادي ممكن بقى تحطي ثوم مقسومه نصين زي دي، ممكن تحطي فصوص ثوم يعني دي او دي بتاعتك انت، انا بصراحه احط واحده كده وواحده كده. وادي الكرفس والبصله، كل الحاجات دي انا بظبط طعم المرقه بتاعتي. وادي الجزر، هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. بصوا بقى اللون، حته اللحمه بتاعتي عملت ازاي؟ انا عايزه كل قطع اللحمه توصل لنفس اللون ده عشان في الاخر احس بطعم حلو للمرقه، مش بس ان انا اروح غاليه الميه بالبهارات بالكلام ده واروح منزله اللحمه، لا جربي ان انت تحطي الميه بارده من الحنفيه على طول، هتلاقي فعليا فرق 180 درجه في طعم المرقه بتاعتك. بفضل اقلب، هزود بس رشه فلفل اسود بسيطه، ما تروحيش تزودي رشه كبيره عشان ما تغمقش لون الشوربه بتاعتك.
الملح طبعا مش هحطه دلوقتي، الملح بحطه في نص ستر. شايفين بقى الشكل حلو ازاي والالوان لوحدها خرافه. اقلب كل الحاجات دي مع بعض اهو، واروح نازله بايه؟ خلاص عندي اتحمرت، ريحه البهارات خرجت عندي، حبهان والمستكه ورق اللورا كل الحاجات اللي انا دلعت بيها الحله بتاعتي ابتدت ريحتها تظهر عندي. بعد ما الاقي ان خلاص كله اختلط مع بعض وتشوها كويس اروح نازله بالميه البرد. جربوها لو عايزين تجربوها قبل حتى العيد جربوها هتلاقي فرق يعني رهيب. برد اهي مش سخنه خالص، يعني دي جايباها عندي من الحنفيه على طول اروح نازله بيها كده. لما تيجي كمان تستوي اللحمه ما تروحيش مزوده الميه كتير قوي. صباح الورد يا اسراء. النور. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ كويس يا ربي يخليكي. قولي لي عملتي الفته ولا لسه مستنيه العيد؟ لا لسه. لسه؟ طيب جربي بقى الطريقه بتاعتنا النهارده وقولي لي الاخبار ايه. ماشي ما انا هبط قاعده بتعلمها منك. حبيبتي ربنا يكرمك ان شاء الله تعمليها وتكلميني تطمنيني بقى. ماشي هستنى تليفونك ان شاء الله. صباحك زي الورد. لما تيجي تعملي تستوي لحمه ما تحطيش بقى ايه تروحي دلقه ميه كتير عشان تقولي انا عايزه كميه مرقه كبيره. كل ما الميه كانت يا دوبك بالمعقول هتلاقي الشوربه طالعه معاكي مركزه وطعمها حلو جدا. طيب هسيبها عندي تغلي على النار يعني ربع ساعه 10 دقائق بالكتير، بعد كده بهدي النار وبغطيها بسيبها حوالي 40 دقيقه. طبعا بيختلف تقطيعه اللحمه، يعني القطعه صغيره ولا كبيره، نوع اللحمه، سنها، الكلام ده كله بيفرق في مده السوى. ما تزوديش قوي مده سوى عشان تروحي تقولي انا عايزه اللحمه تبقى متمشمشه او دايبه هتلاقي اللحمه مفكفكه طعمها من جوه زي الميه مش حلو، فاديها نسبه السوى المظبوط. طيب ادي عندي اللحمه يا سبا بقى تغلي مع نفسها لحد ما ايه ما تستوي في الاخر. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الطماطم او التسبيكه بتاعه الفت. في ناس بتعملها ببصل، في ناس بتعملها بتوم، في ناس بتعملها ميكس بين البصل والتوم، بس انا على طريقه ماما وحماتي وكل الناس اللي انا بتعلم منهم بيعملوها بتوم فقط. عايزه اقول لكم كمان الاسكندرانيه حبايبي، انا عارفه ان ليا ناس كتير في اسكندريه بيتابعوني بيعملوها بالخل والتوم بس، ما عندهمش موضوع الصلصه دي، فبتطلع برده حلوه جدا. عندي شويه زيت حلوي ناخد كده اسباتيولا. بصوا بقى انا هعمل تكه كده ركزوا فيها، شيل كده دي عشان تبقوا قاعدين معايا جوه الحل. أهو. عندي شويه توم شويتين ثلاثه. انا مثلا احط فليكن راس توم هقسمها نصين، نص هديله تشويحه والنص التاني هحطه ني في الاخر. طعم التوم المتشوح حاجه وطعم التوم الني حاجه ثانيه، بيفرق للناس اللي بتحب طعم التوم. اقسموا التوم على مرحلتين، واحده في الاول يتحمر واحده في الاخر، هتفرق معاكم جدا في الطعم. انا مش عايزه اغمق التوم قوي، يعني عايزه التوم بتاعي ياخد لون يا دوبك يا دوبك اللي هو بدايه الذهبي، مش عايزاه يغمق عشان ما يمررش، ومش عايزاه برده يبقى فاتح لاني عايزه اخد نكهه التوم الني في الاخر. فيعني ايه اهو شايفين يا دوبك وصل للذهبي ازاي. اروح احط شويه خل، ما استناش بقى يغلي كتير. ليه؟ عشان الخل بتاعي ما يتبخرش ويبقى مش حلو. واروح مسميه بالله ونازله على طول ايه بالعصير بتاع الطماطم. والله ما انا كسفاكم اهو العصير بتاعي. انا مستخدمه زي ما قلت لكم عصير طماطم مركز، فبالتالي مش هاخد وقت مني على النار، لا عشان اسبك طماطم معاكم على الهوا هاخد طول الحلقه بسبك فيها. الريحه اللي خارجه عندي ايه دلوقتي؟ ريحه عصير الطماطم مع تحمير الثوم مع طفيه الخل، الحاجات دي عندي كلها هتظبط طعم. ممكن تزودي كزبره، ممكن تزودي رش كمون، بس انا عملت التقليدي اللي هو ايه بتاع امهاتنا اللي هو ملح وفلفل فقط. ما كانش عندهم زمان موضوع البصل بودره بقى وتوم بودره وكبابه صيني والحاجات دي. ايه يا اسمعي؟ يا صباح الهنا. يا صباح الورد. صباح الورد يا صباح الياسمين. يا صباح الفته. يا صباح الرواق. العيد جه عندنا بدري. العيد جه عندي قبلكم. عندنا بدري. اه جه عندي انا بدري. تسلم ايدك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. يا رب وانت بالصحه والسلامه. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وربنا كده يخليكي منوره دايما كده مكانك. حبيبه قلبي انا بنور بيكوا انتوا بمكالماتكم بكل حاجه حلوه والله بتعملوها. حبيبتي والله ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي، يا رب. كل سنه وانت طيبه. يا ربنا يعودها علينا الايام بخير وعلى امه محمد يا رب. امين يا رب. اللهم امين. وكل سنه وكل اخواتنا الاقباط طيبين برده. يا رب طبعا هم طيبين. اه عشان هم فطروا امبارح، يعني بصي الاعياد مع بعض كل
والله فعلا ربنا يبارك لهم ويبارك لنا يا رب. اللهم امين يا رب. الغمه دي يا رب يا رب. كل سنه وكرو البرنامج طيبين كلهم وانت كل طيب. اللي ورا الكاميرات ربنا يبارك لكم يا رب. الحلقه تطلع حلوه بيهم هم والله بشغلهم ومجهودهم سواء هنا او في الكنترول. اه طبعا وكل سنه وايه طيبه على الاستاذ محمد كل والمخرج الجميل كل ربنا يبارك ده خير والبركه بتاع البرنامج طبعا دايما منور يا استاذ تباعي حبيبه قلبي ربنا يخليك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. اللهم امين. احنا وانت يا روحي يا حبيبتي شكرا لك زي الورد حبيبتي صباحك زي السكر. طيب انا عملت ايه بقى ركزوا معايا انا بكلم حبيبه قلبي ام اسلام حطيت سن التوم ني حطيت رشة سكر حطيت مكعب مرق وحطيت كبشتين شوربة من المرقة الحلوة بتاعتي اللي طلعت من اللحم. طيب تعالوا بقى نشوف انا هعمل ايه كده. انا هسيبها عندي بس تاخد غلوتين تلاتة وهعمل الدقة اللي بالتوم. تمام ركزوا معايا الموضوع ايه ماشيين واحدة واحدة اهو عشان ما تهوش مني ولا يبقى فيه اي حاجة صعبة. طيب هياخد شوية زيت تعالوا كده ده نشغل هنا ادي اهو يلا بينا شوية زيت يلا نجيب كمان ايه واحده سباتيولا كده والثوم اهو دي بقى اللي بيعملوها الاسكندرانيه اللي قلت لكم عليها اللي هي ايه الدقه اللي بالخل والثوم دي مش بيعملوا اللي بصلصه مش بيحطوا طماطم ابدا على الفته بتاعتهم. عايزه تجربيها بالطريقه الاسكندراني جربيها انا جربتها طلعت حلوه جدا. عايز تعمليها التقليديه بتاعتنا اللي بالصلصه ممكن برده مفيش مشكله. طيب انا هسيبها كده زي ما انتم شايفين تعالوا نشيل كده الحاجات اللي حوالينا دي نروق مكاننا عشان ايه حاجتي تفضل زي الفل. شوفوا بقى الموضوع ما خدش وقت ازاي يعني الموضوع سهل قوي وبسيط. ممكن ناس او العرايس الجداد يستصعبوا يقول لك انا هخش اعمل فته دي دبكه ودي مش عارفه ايه. لا والله الموضوع سهل. ودي اللحمه اهي بعد ما اتسلقت ملبسه كده بقى وايه يعني هنطلع من العيد بكميه سعرات مش قادره اقول لكم. تعالوا بقى انا ممكن اعمل ايه دلوقتي ممكن اعمل خطوه. بصوا العيش عندي ممكن ان انا اخليه ناشف زي ما هو اديله بس شويه صلصه وممكن ان انا اقبله بالدقه اللي بالثوم وابتدي ان انا اغطيه. دي بتاعتك انت. انا واحده من الناس ما بحبوش يبقى طري يعني بحبه يبقى ايه مقرمش شويه فبالتالي مش هغطيه هسقيه شويه من الدقه اللي احنا نعملها وخلاص ويبقى عندي الموضوع جاهز وتمام التمام. تعالوا بقى ايه نحط شويه انا هعمل ميكس يعني انا ايه من كل لون هعمل شويه بالدقه وشويه بالصلصه. تعالوا كده نسمي بالله ونبتدي ايه نشوف. استنى ما اخد نظره سريعه على التوم لسه ما قلش بس ان شاء الله هيخلص معانا ونقدمه سوا. تعالوا شوفوا ادي ايه العيش عيش بلدي عادي جدا حطيتي عليه زبده وشويه زيت صغننين دخليه الفرن او حمريه عندك على النار وقبل ما بنزله على النار بديله شويه ثوم وشويه كمون وملح وكزبره اهو كده وادي دول اهم نفردهم كده تمام. يبقى عندي ايه العيش احط بقى الثوم احط الصلصه دي بتاعتك انت دي على حسب انت حابه ايه. تعالوا كده نشوف خلاص ادي الثوم عندي اهو يا دوبك يبيض مش عايزاه يغمق اروح نازله بايه بالخل. شفتوا الشكشكه اللي حاصله عندي دي ابو زودوا انتوا كمان عندكم رش الكمون يعني انا بزود رش الكمون بس مش عندي دلوقتي فانتوا بزودوه خلاص زي ما قلت لكم ما تسيبوش الخل كتير على النار عشان ما يتبخرش معاكم. واروح نازله كده بكبشتين شوربه ودوقي بقى احلى طعم فته. شفتوا السهوله والبساطه ازاي مفيهاش اي حاجه صعبه. تقليبه كده ينفعش بقى ركزوا برضو في الحاجه دي ما ينفعش ان انا بعد ما خدت هنا من التوم اروح مرجعها هنا كده دي كلها هتقلب توم الشوربه. ازيك يا صفصف يا صافي. طيب هستنى تكلميني تاني يا روحي. طيب انا عندي كده اهي دي موجوده تعالوا نسقي بيها العيش وفي ناس بتغطيه يعني انا هحط عندي شويه من الدقه دي اللي بالتوم والطشه دي واغطيه. انا ما بحبش اغطيه بس انتوا عايزين تغطوه غطوه ما فيش مشكله. ادي اهو نسقي بقى الفته كمل الحاجات اللي ما بتحبش تتقدم في طبق منفصل يعني زي كده صينيه الفته ممكن بتتلم عليها كلنا واحنا صغيرين كل واحد معلقته في ايده وتبقى تمام التمام يعني من الحاجات اللي ما بتتقدمش ابدا في طبق منفصل. نسقي كده وهي دي تاني واحده اهي كده على طول واحده كمان. انت عايزه بقى العيش طري يبقى غطيه يعني اديله كده ايه 5 دقايق يتغطى من السخونه هتلاقي العيش طري معاكي.
يبقى كده دور الخل والثوم معايا انت. تعالوا نجيب العيش الرز كمان بالمره، رز بقى بالمستكه والسمنه البلدي، مش قادره اقول لكم الطعم هيبقى حلو ازاي. تعالوا نجيب ايه دي اللي انا بحبها بتاعت التسبيكه، وايه دي اهي. بصوا بقى عندي، ظبط بس رشه ملح اهي. بصوا السمك بتاع التسبيكه بتاعتي بلاش يبقى تقيل قوي وبلاش يبقى ميه، يعني بصوا السمك ده بالنسبه لي حلو جدا. بصوا شايفين السمك اهو اهي، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت ولونها، شايفين الحمار بتاعها عامل ازاي. اقول لكم بقى انا بركب ازاي الفته في البيت. ادي اهو قالوا كده، بحط شويه من الصلصه تمام، ودي اختياري بتاعتكم انتوا، يعني عايزين تعملوها اعملوها، مش عايزين يبقى خلاص. اهي كده هنا حاجه بسيطه قوي، يعني مش كتير، مش عايزه الموضوع يقلب معايا ان الصلصه في كل حته، لا انا عايزه يدوبك كده اهو. واروح نازله ايه بالرز. بصوا بقى الرز المصري بتاعنا الحلو اهو، انا هحاول اجيب كبشه كبيره عشان ايه، انا لو قعدت اغرف كده هنخلص على بعد بكره. ادي اهو ننزل بقى بالرز الحلو بتاعنا ده المفلفل الجميل اللي بيستنى اهو. اشتركوا العيد عندي جه بدري اهو، يعني اعتقد في ناس ممكن تقوم تطبق الوصفه النهارده تعمل فته قبل العيد اهو، تبقى حصري، تبقى انت الوحيده اللي عملتيها بدري. وادي شويه الرز، صينيه المونيا، لو عندك صينيه اعملي في صينيه المونيا، سيبك من البايركس والحاجات الدلع بتاعتنا بتاعت الجيل بتاعنا ده، الحاجات اللي احنا ايه ما كناش بنشوفها زمان. يعني دورت على صينيه المونيا كبيره ما لقيتش، فقلنا خلاص بقى نمشيها بايركس كده وخلاص اهو، وما بيتسبسبش او ما بيتظبطش، يعني ايه مش هروح بقى انا اظبط الرز واعمله فورمه، لا هو كده عشوائي زي ما انا بعمل وزي ما احنا متعودين دايما بناكل الفته. ادي اهو تمام كده، بس كده انا مش هحط في الباقي صلصه، يعني مش هحط في بقيه البايركس بتوعي صلصه من تحت، خلاص انا حطيت الدقه وخلاص على كده. نكمل بقيه الرز اهو، بسم الله اهو، ونحط ده اهو، يلا بينا. شايفين بقى الريحه مش قادره اوصف لكم ازاي حلوه، خرافه فعليا. بسم الله اهو، حاضر يا استاذ سباعي، انا اصلا خلصت. اللحمه بقى في ناس تحب تاكلها مسلوقه زي ما هي عندي كده، وفي ناس بتحب تاكلها محمره، وفي ناس بتدهنها شويه من التسبيكه اللي بالطماطم وتدخلها تحت الشوايه، كل دي بتاعتكم انتوا، يعني كل دي اختيارات بتاعتكم انتوا. انا واحده من الناس بحب اكلها مسلوقه، يعني بحب ان هي الفته يبقى اللحمه مسلوقه، فدي بتاعتكم انتوا بقى على حسب انتوا بتفضلوها ايه. اهو كده وبس، حط شويه الرز دول بقى هنا خلاص كده اهو، ننزلهم كده، نشيل دي وننزل بباقي، سمي بالله كده اوعي تطيري اهو كده، ننزل بكل الرز الحلو ده أهو. اهو ننزل كده، ما تسيبوش حاجه، ده الرز بالسمنه البلدي ما يتسبش ابدا ولا يعني معلقه واحده اهو، بس كده. ما يتقدمش بقى معاها حاجه غير حتتين مخلل شويه سلطه بلدي، وكان الله بالسر عليم، ما فيش حاجه عندي اكتر من كده ممكن تتقدم. تعالوا بقى نحط اللحمه بتاعتي كده، نرصها ونبقى خلصنا الاكل. شايفين الحاجه والله يعني حسيت بروائح العيد هلك كده من ايه، من صواني او طواجن الفته بتاعتي اهو. يلا بينا اهو، نرص بقى كده ايه عشوائي على طول، كل واحد بقى ايه معلقته الجميله، ويبقى الموضوع تمام التمام. ادي اهو يلا بينا، مفيش رص بقى، احنا بنعمل عشوائي كده زي ما قلت لكم، الفته مش من الحاجات اللي عايزه تتسبسب يعني، او ان هي تقعد تتظبط اهو. ما شاء الله الحاجه شكلها يفتح النفس. فاضل اخر طاجن عندي اهو، ونحط الصلصه وخلاص على كده اهو، مفيش حاجه ثانيه. هنحط التوميه دي برده شكلها حلو، وبس هحط الصلصه وخلاص على كده، يبقى كل حاجه عندي جاهزه. ادي اهو اهو، حط بقى الصلصه. تعالوا ننزل
تتدلع كده. نشيل كده دي اهي، تعالوا اهو بس كده اهو. يلا بينا أهو. ما شاء الله الريحه تجنن. شوف انا هشيل حته لحمه من على الرز عشان هعمل بيها حاجه قبل ما نختم على طول اهو. لا هشيلها برضو اهو. ممكن تحطي بقى بالطلب، يعني ممكن ايه تسيبي الصلصه بالطلب على حسب اللي عايز، لان في ناس تحب الصلصه تبقى زياده فتحط لهم بوله كده حلوه يا يزودوا على الاكل بتاعهم، يزودوا على الطبق بتاعهم. وادي اهو كده وخلاص. ما لحقتش اعمل اللي انا كنت عايزه اعمله. طيب اللي انا كنت عايزه اعمله كان ايه؟ ان انا اخد لقمه احط فيها حته لحمه، رشه ملح وفلفل وخلاص، ما يبقاش عندي حاجه ثانيه عن كده. لا انا اللي اكلها يا سباعي، دي بتبقى جميله اهو. هناخدها من غير صلصه؟ طب والله ما هزعلكم اهو، هاخد حته ما فيهاش صلصه اهي. هو ده الدلع كله، او اللي احنا كلنا كنا بنعمله واحنا صغيرين واللحمه لسه مسلوقه، اروح واخد اهي رشه ملح، رشه فلفل اسود، محدش يتريق اهو. كل سنه وانت طيب. نعمله طبق، نعمله طبق، يا سلام طبق وصايه. نعمل طبق والله مخصوص. انا هحط ده بس للتزيين، لكن انا في البيت اكيد مش هحط بقدونس، يعني بس عشان يبقى شكل عندي حلو كده. لكن انتوا في البيت ايه، مفيش وقت اصلا للبقدونس والتزيين، احنا على طول بندخل بالكبشه مش بالمعلقه في ايه، في الصينيه بتاعتنا. تعالوا بقى نحط كده اهو، يظبط عندي اللون وخلاص على كده. ودي الحته اللي انا كاننا ما خدناش حاجه اهو، ننزلها تحت ولا كاننا خدنا منها لقمه اهو. موضوع سهل جدا وبسيط، دي انا هاكلها بقى بعد الفاصل. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه وعرفتوا الخطوات اللي ازاي تطلعي بيها صينيه الفته. انا هجيب منديل وانا بكلمكم كده قبل ما نختم على طول. طلعي صينيه الفته بالشكل الحلو ده، كتري الصلصه عشان ايه الناس اللي بتحبها. وزي ما قلت لك كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل مطبخ توته مراد. تعالوا بقى ناخد فاصل سريع جدا على ما اكل انا لقمه اللحمه اللي بالملح والفلفل دي، فاصل ونرجع لكم على طول من تاني. بعد الفاصل ما غبناش عليكم، والنهارده هنتكلم عن حاجه بتهم كل الناس، مش ستات بس او مش بنات صغيره بس، لا كل الناس. ناس كتير بتفتكر ان احنا عشان في الصيف يبقى مش محتاجين ترطيب بشره، ده طبعا الكلام ده مش صح، ولكن البشره ما بتفرقش بين صيف وشتاء، يعني في الصيف لازم اهتم بيها وفي الشتاء برده لازم اهتم بيها من ناحيه الترطيب والاهتمام المستمر بيها عشان تفضل نضره، ما يكونش فيها اي خطوط تعبيريه وتحافظ على المرونه اللي موجوده فيها. طبعا تكون صافيه من غير اي شحوب، من غير اي حبوب ولا اي مشاكل موجوده. اكتر كريم هيحافظ على نضاره البشره هو كريم بينكي اللي كلكم اكيد عارفينه وجربتوه كمان، دايما بتبعتوا لي على الصفحه تسالوني يا توته منين نجيبه، دايما بقول لكم ان الارقام موجوده على الشاشه. طبعا كل ده هتعرفوه اكتر بالتفصيل من دكتور دينا ابو صوته، ومرحب بيها الاول. ازيك يا حبيبتي يا توته؟ اخبارك ايه يا عم؟ الحمد لله كله حلو، منوره الدنيا كلها. انت اللي منوره حبيبتي. برنامجك وكل حته ربنا يخليكي يا روحي. في ناس متوقعه ان المفروض اهتم ببشرتي في الشتاء وفي الصيف خلاص اسيبها كده ايه زي ما نقول سيريا نورماندي وزي ما تيجي، ولا احط كريم ولا ترطيب، بس الموضوع ده مش صح. يعني لازم صيف وشتاء اقدر ان انا اهتم بيها واعالجها من غير ما استخدم 100 مكون. احنا بنزهق، يعني اكيد انا بزهق، انت برضو بتزهقي من فكره ان انا قدامي خمس انواع كريم، ده مش عارفه الايه، لا للبشره ايه، فبنزهق. كريم بينك قدر ازاي يحل المعادله دي؟ اولا طبعا احنا لازم نهتم ببشرتنا شتاء وصيف. الصيف على فكره الاكسبوزد والتعرض لاشعه الشمس الضاره اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه، من غير ما نستخدم كريم بينكي، ولو احنا مثلا احنا دلوقتي في الصيف فكله بيتجه للمصايف، لو نزلت على البحر او البول ساعات طويله من غير ما استخدم كريم بينكي او الواقي الشمس بتاعي الاثنين مع بعض، هيحصل مشاكل كتيره جدا. اولا بشرتي هتجف جدا، البشره نفسها بتتاكسد، يعني أكسدة البشرة دي موضوع خطير جدا، فلازم أستخدم كريم فيه مضادات أكسدة، وده اللي هنقوله في كريم بينكي. لازم أستخدم كريم بيفتح البقعة، لأن أنا لو قعدت في شمس فترة طويلة
هعمل افراز للميلانين كتير جدا. فوانس الميلانين اتفرز وشي هيبقع. البنات والستات اللي عندها نمش، النمش هيزيد جدا. طيب ازاي كريم بينكي يقدر ان هو يوحد لون البشره، يرطب البشره، يشتغل از انتي ايج او يشتغل كواقي لقواقي على تقدم العمر، على علامات تقدم والتجاعيد كمان والتصبغات من بدري لازم. يعني لازم الفكره ان يعني انا ما استناش لما وشي يبقى كله خطوط وكله اللي هي الحاجات سواء بقى هنا او هنا او في الاماكن اللي دايما بتحصل فيها خطوط، ما استناش بقى لحد ما اوصل المرحله دي وبدا اقول انا عايزه اعالج بشرتي من بدري. لازم من بدري، عشان كده انا بقول ان كريم بينك كريم وقائي يا توتا مش بس علاجي. لازم اعتني ببشرتي من سن 20 سنه، وانا بقول ان كريم بينكي مناسب لجميع الاعمار. انا اقدر استخدمه في سن المراهقه، البنات والولاد وقت المراهقه لما بيحصل لهم تغيرات هرمونيه الوش بيضرب حبوب جامد جدا، صح، وبعد ما الحبوب دي بتختفي بيحصل سكارز. فازاي اقدر احمي او اوحد لون البشره بكريم بينكي الحقيقه بمكوناته الطبيعيه، هي اللي بتقدر توحد لون البشره وتغذي البشره وتحمي من ظهور التجاعيد والبقع من 20 سنه. من 20 سنه يعني متوقعين انا عشان ابتدي اقول يا كريمات؟ لا لا يا توتا، لما اعدي ال 40 مثلا ابتدي اقول لا ده انا لازم بقى اهتم ببشرتي؟ لا، على فكره مشكله كبيره. معظم الدكاتره الجلديه يقول لك لازم تستخدمي كريم ترطيب وكريم انتي ايج من سن العشرينات. من العشرينات لا. والحلو يمكن لما قلت في المقدمه ان لا انت عندك وقت ولا انا عندي وقت ان انا هستخدم كريم كريم، انا كل يوم هنا وبشوفك كل يوم، فاللي هو احنا بنشتغل كتير جدا وما عندناش وقت ان احنا نحط كريم الظهر وكريم الصبح وكريم بالليل. تكلفه كمان، تكلفه عاليه يعني. الفكره مش بس طبعًا ان انا ازهق من الروتين، ان انا عشان اروح اشتري كريمات برقم شهريا طبعًا عشان ده مش عارفه لتحت العين بس، لا ده للتي زون بس، ده مش عارفه، فبنزهق. عارفه لو مشينا اسبوع خلاص تاني مش هنكمل فيه، مش هنكمل. والحلو لما قلت لي على موضوع السعر ان كريم بينكي سعره تحفه. يعني انا اعتقد ان سعره ملائم لكل الستات اللي بتتفرج علينا، وعلى فكره لجميع يعني الست والرجل والحلو ان الشركه عملت حاجه حلوه جدا، عملت حجمين. الحجم ال 100 مللي نقدر نستخدمه على البشره واقدر استخدمه على الجسم لانه بيوحد لون الجسم. بنات كتير وسيدات عندها اسمرار تحت الابط، عندها اسمرار في منطقه الركبه، الايد، الكوع، احنا طول الوقت بنحط كوعنا في اي حاجه فالاحتكاك ده بيسمر وبيجفف. فانا عندي ال 100 مللي وعندي كمان ال 50 مللي دي للشنطه بقى. حلوه يعني انت بقى مسافره كام يوم مثلا؟ طبعا طبعا. انت خارجه مثلا من الصبح شغلك بتبقي معظم اليوم بره، تشتري هو في الشنطه، فانت بقى طول ما انت قاعده تاخدي نقطه مثلا تحطيها عليا. ولو انا مسافره في المصيف مش بس نقطه يا توتا، انا لازم كل ساعتين لو انا قاعده قدام بتعرض للشمس، الشمس ساعات طويله، كل ساعتين اعمل ري ابلاي لكريم بينكي. وكمان لو عايزه استخدم الواقي الشمس بتاعي الاس بي اف يبقى عالي لا يتعارض خالص. حلو. اولا كريم بينكي سريع الامتصاص، البشره بتمتص بسرعه جدا جدا. مفيش كمان موضوع ان انا احطه يقول لك انا بشرتي دايما بنسمع الكلمه دي مزيته. لا لا لا، البنات كلها بتقول الكلمه دي، اللي هو انا حاسه ان انا وشي ملزق فعلا. فدي بتبقى يعني وحشه جدا كمان في الحر، ما تبقيش خلاص طايقه نفسك بقى لو انا حاطه كريم وجو حر. والمشكله لو البشره بقى دهنيه وزيتت اكتر هتضرب بقى كتير. فانا بطمن كل البنات والستات من جميع انواع البشره هتقدر تستخدم كريم بينكي لانه مناسب جدا للبشره الدهنيه. احنا حاطين جواه شيء اخضر، حاطين جواه ماده مهمه قوي للتقشير. يقول لي هو التقشير مهم؟ طبعا اكيد، بس احيانا التقشير بيعمل اعراض جانبيه، احيانا بيعمل سايد افكتس. ولو انا عملت تقشير في مركز من المراكز لازم اقعد اسبوع ما اتعرضش للشمس، لازم احط ترطيب على طول. لا، وخلال الاسبوع ده انت بتبقي كانك في حد شايل الطبقه من على وشك، تشوفي انت اتحرقتي، هو صح. ايه اللي حصل؟ فبتبقى مشكله كبيره. احنا راعينا جدا المشكله دي في تصنيع كريم بينكي، انك انت مش هتحسي بده خالص. يعني بيقشر بس بصوره مقبوله، يعني اللي هو مش هلاقي وشي زي ما يكون ملتهب. مفيش الكلام ده معايا خالص، مفيش الكلام ده في كريم بينكي. وعوضنا كمان يعني ماده الساليسين لو بتقشر بلطف، احنا حاطين زبده شيا وحاطين زبده كاكاو انه دايركت بيعمل ترطيب. طبعا كريم بينكي مليان فيتامين سي، فيتامين سي من اهم الفيتامينات اللي تقدر تنشط لي كولاجين. يقول لي كولاجين مهم، ده من اهم بروتينات البشره والجسم عامه. الكولاجين بيديكي نضاره طول الوقت، وشك فيه صحه. نقص الكولاجين هيبقى فيه عدم نضاره،
هيبقى البشره عرضه للتجاعيد من سن بدري، فلازم استخدم كريم بيحفز لي على انتاج الكولاجين الطبيعي، وده بيتحقق في كريم بينك. هي فكره ان مش بس مكون واحد موجود، انا شايفه ان هو فيه يعني فيتامين سي وفيه الكولاجين وكل الحاجات دي، يعني كل ده في عبوه واحده. اعتقد ده هيغني ناس كتير على كميه منتجات كتير كانوا بيستخدموها. ده فيه فيتامين اي كمان اللي هو اكسير الشباب. طيب انا عندي ايه بقى اللي بيوحد لون البشره؟ يقول لي طب خلاص احنا عرفنا ان ده بيحفز كولاجين ايه اللي هيخلي البقع تتوحد عندي تفتح؟ ايه اللي يخلي بشرتي لون واحد؟ رقبتي كمان، يعني بتلاقي بنات كتير عندها كلف وشها لون فعلا بالظبط. فانا بقول عندي مستخلص توت بري، عندي ماده العرق السوس، المادتين دول من اهم المواد اللي بتشتغل على الميلانين، فبقدر افتح ووحد لون البشره بكريم بي ارجعها لصورتها الطبيعية. فبالتالي يعني ان شاء الله كل الناس تستفيد بالحاجات الكتير اللي موجودة دي، ويدخلوا طبعا على الصفحة اللي احنا اخدناها من شوية على الشاشة عشان تقدروا ان انتوا تشوفوا كمية الفوائد اللي موجودة فيه. مش بس الكريم على فكرة، في منتجات كتير جدا تبع الشركة تقدروا ان انتوا تعرفوها بالتفصيل من خلال رقم التليفونات او الصفحة الخاصة. عايز اقول لك الوقت خلص يعني بسرعة جدا، والله الوقت بيعدي معاكي. ان شاء الله انت اكيد منوراني دايما وبتفيدي الناس اكتر واكتر يا دكتور. ان شاء الله نورتي يا دكتور دينا، وان شاء الله لنا حلقات جايه ان شاء الله. هناخد فاصل او تروح في اي حته ونرجع لكم على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم. طبعا الجو ده او الفتره اللي احنا فيها دي بيكون نفسنا مش هفانه قوي على اكل البيت اكتر من الاكل العادي، يعني الاكل اللي هو بتاع الشارع بتبقى نفسنا فيه اكتر، بيتزا ومكرونه وبرجر والحاجات اللي هي والشاورما بقى والحاجات الحلوه دي، وبالتالي بيزود سعرات كتير. وبنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. وطبعا احنا كمان خلاص يعني داخلين على العيد، واكلات العيد كلها بتكون دهون كتير بقى، والفته وعيش ورز وكميه سعرات يعني كبيره جدا. طيب نقدر نحل الموضوع ده ازاي او نقدر ننزل من وزننا ازاي في الفتره اللي جايه او في فصل الصيف زي ما احنا بنقول كده؟ كل ده هيكون عن طريق الكورسات المقدمه من منظومه خبير التغذيه دكتور دعاء سهيل. ازاي اقدر اخس بدون حرمان، بدون تقيد، بدون ورقه كده فيها روتين يسد النفس او يبقى انا مختلفه عن افراد الاسره اللي موجودين في البيت؟ كل ده نعرفه اكتر مع دكتور خالد احمد غزالي، استشاري النباتات الطبيه وممثل منظومه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل. رحب طبعا دكتور خالد. اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ طبعا الجو ده الناس اللي بتسافر وبيروحوا النادي والسهر ولا حتى اللي قاعد في البيت، طول ما احنا قاعدين عرض متواصل. طب عايزين نطلب بيتزا، عايزين قوموا حمروا لنا شويه كبده مثلا، دور بطاطس، فبالتالي احنا قاعدين ما بنعملش حاجه ان احنا بناكل. والعيد داخل، كل سنه وحضرتك طيب. صح السلامة. واكل العيد كله سعرات ودهون كتير جدا، فازاي نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه بحيث ان احنا ندخل على العيد ان شاء الله كلنا يعني باحسن صحه واحسن حال، وفي نفس الوقت ما حدش يقول لي سيبي طبق الفت او ما تاكليش حته الممبارايه بما ان احنا عاملين ممبار النهارده. فازاي المعادله الصعبه دي نقدر ان احنا نحلها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وكل سنه وانتم طيبين. بكره ان شاء الله اول شهر ذو الحجه، الايام العشر الاوائل اللي هم خير ايام الارض يعني. نيجي نتكلم نقول ازاي احنا داخلين على العيد الكبير وازاي مش هنتحرم. احنا عامه عندنا في منظومه الدكتوره دعاء مفيش حرمان. مفيش حرمان، ويمكن انا شرحت كذا مره ليه مفيش حرمان او احنا ازاي بنخلي ان مفيش حرمان. اول حاجه يا جماعه لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ايه اللي احنا مقدمين عليه؟ مقدمين على كميات دهون كتيره جدا، كميات سعرات حراريه جامده جدا في العيد، كويس؟ اللحم الضاني، الفته، العيش المحمر بزبده، ايوه، ولحمه بالظبط كده فيها دهون، فبالتالي هنطلع من سعرات كتيره قوي. هنعمل ايه طيب؟ احنا لازم نفكر في الفتره دي. اللي يا جماعه عنده استعداد للسمنه او عنده زياده وزن، لو ما خلاش باله هيخرج من ايام عيد الاضحى زايد له 5 6 كيلو. يا ريت تدس على 5 والله يا دكتور. والله ده انت كده كارمهم، يعني بيطلع رقم نقول المتوسط كويس؟ 5 كيلو. زائد ان كميه دهون احماض دهنيه حره موجوده جدا كتير جدا، وكوليسترول وبتاع كتر عالي في الدم. فبالتالي هيبتدي يبقى معرض اكتر لامراض القلب والشرايين، كويس؟ للكبد الدهني اكتر. فكان عندنا حل بسيط، الحل البسيط هي الكورسات اللي احنا بنقدمها لمرضى السمنه. طب في الحاله دي احنا هنعمل ايه؟ مش هقول لك بقى ندي حاجه غلق شهيه ومش هندي، احنا كل ده في الكورسات عندنا. ايه هو المنتج الاساسي اللي موجود يقدر يخلي الدهون دي الجسم ما تدخلش الجسم وتمشي في الدم وتنزل مع الفضلات؟ اللي هو الاناسيليم. حلو جدا. او كرسي الاناسيليم. هنبعد عن اول عن احنا بنقول ان احنا بالاول بنقفل الشهيه بحاجه زي الجارسينيا وات ايفر. تاني حاجه هنتكلم عن كرسي الاناسيليم هيعمل ايه؟
الأناسيليوم عبارة عن بودرة أناناس وبودرة السيليوم ومعاها كروم ومعاها فيتامين سي ومعاها فانيليا، حاجات كتيرة قوي كده موجودة. مش مكون واحد، مش مكون واحد، ده مجموعة حاجات في كيس واحد. كويس. طيب نيجي نتكلم عن الفايبرز الأولانية أو الألياف الغذائية، سواء اللي موجودة في السيليوم أو الموجودة في بودرة الأناناس. أول حاجة، أنا دلوقتي ابتدينا الأكل، هنبتدي الأكل، بناخد الكيس بنفتحه بتاع الأناسيليوم، نحطه في نص كوباية مية ونقلبه ونشربه، ونشرب وراه كوبايتين مية ونقعد على السفرة. حلو. عقبال ما الاكل بيبتدي يتوزع، انا هبتدي اكل لحمه ضاني، وهبتدي اكل فته، وهبتدي اكل ايه تاني في دسم تاني يعني. هم كفايه كده كوارع وفي فشه ولا وما تنسيش كمان الرقاق. ده شفت ازاي ده رقم واحد اللي ماسق بميه الدهن. سمنه كتير بقى بين الطبقات. ادي بالظبط. فبيبتدي انا هاكله. طب كويس. يعني هو يا دكتور معلش هقطع حضرتك، اتفضلي. هو دلوقتي اول يوم هيجي، اول يوم العيد ان شاء الله، هياكل عادي فته هيأكل اللي فيها رز وعيش محمر واللحمه الضاني والكلام ده، كل كل المدام عاملاه واللي بناته عاملينه واللي منطور حماته، هياكل عادي جدا. هبتدي ياكل، هيحط قدامه طبقه او هياكل معاهم حسب طريقه الاكل. اول حاجه احنا لما بنديله ادات الفايبرز دي او الحاجات الاناسيليوم، اول حاجه هي بتنفش في المعده، فبتقفل جزء كبير من المعده. فكده ابتدينا نقلل له كميه الاكل اللي هياكلها. ليه؟ لان الدم بتنفش في المعده بتكبر، تبتدي هي بتدي اشاره للمخ تقول انا قربت اشبع، بلاش نقول شبعت، لان هو هياكل. كويس. هيبتدي ياكل عادي خالص. طيب اكل حته لحمه ضاني معموله في الفرن ومسليه وزي حلوه كده. جوعتنا يا دكتور، وانا جنبي منبر الناحيه الثانيه. ده انا هاكل. هناكل ليه؟ هناكل والله. تاني حاجه هنيجي مثلا ايه، تاني حاجه السمنه اللي موجوده في الرز، السمنه اللي موجوده في العيش اللي اتحمص، الحاجات دي كلها، كل الشعب تقريبا بياكل لحمه اول يوم. بالظبط. طيب ايه اللي هنعمله بقى؟ ده كده مشكله كبيره جدا، انا مدخله يمكن مثلا 6000 سعر في الوجبه القليله دي اللي انت مش حاسه بيها. الوجبه دي ممكن ممكن تاخد 6000 سعر. ايوه، هتاكلي لحمه قد ايه وحته دهن؟ ما كل اللحم فيه دهن. والدهنه دي حته دهن قد كده 100 جرام ممكن تكفيك اليوم كله سعرات. واحنا سبحان الله بيجي علينا لما بيجي علينا العيد بنبقى كاننا محرومين طول السنه، كاننا هي عشان بس مناسبه في حته الناس بتحب تتلم قوي، يبقى جو اسري. فهو كان بقى كل الحاجات دي على قد ما قدر وشبع، هو ما كانش كتير. المريض السمنه لما خد الاناسيليوم ما كانش كتير. طب الميكانيزم او ازاي بقى بنتخلص لسه من عايز اقول يعني، لا مش قصه الدهون يا دكتور. دلوقتي هو اخذ الكورس، تمام؟ كويس. الكورس طبعا مش مكون من حاجه واحده، فيه كذا، بينقسم لكذا شق جوه. بالظبط. ايه اللي هيخليه ياكل؟ ايه اللي هيحصل انا في معدتي؟ كويس. هيحسسني ان انا مش جعانه، ان انا استكفيت من الطبق الصغير اللي انا اكلته، كل حاجه من اللي قدامنا. ايه بقى اللي جوه في معدتي خلاني ان انا شبعت فجاه؟ طيب اللي شبعتي فجاه ليه؟ احنا قلنا الكورس عباره عن الاناسيليوم، عباره عن الياف، الالياف دي عندها القدره جامده جدا على امتصاص الميه. ولما بتمتص الميه حجمها بيكبر، فبتملى قلنا جزء كبير من المعده، ودي اول حاجه فيه انك انت مش هتاكلي كتير. طيب انت كلتي وكلتي سعرات حراريه كتير، طب احنا ازاي نقدر نخلصك من السعرات الحراريه اللي انت اخذتيها؟ السعرات الحراريه دي عباره عن حاجتين اساسيتين، الدهون اللي موجوده في اللحمه. كويس. طبعا اللحمه الضاني ما اكتر دهون فيها. دهون كتير جدا. تاني حاجه العيش. والدهون اللي موجوده في العيش، والدهون اللي موجوده في الرز، والكربوهيدرات او النشويات اللي في الرز واللي في العيش. طيب ناخد اهم حاجه حاجه، الدهون. الدهون دي لما بتبتدي تدخل في المعده وتتقلب في المعده ولقت مين موجود هناك، احنا مقدمينه لها مستنيها، يقول لها تعالي، اللي هو ايه؟ الاناسيليوم او الفايبرز، داتري الفايبرز اللي احنا حاطينه، الالياف الغذائيه. اول ما الالياف الغذائيه دي تلاقي الدهون داخله عليها تقول لها لا، طب تعالي بقى، انت مش هتعدي الامعاء، انا هاخدك على ظهري وهكلبشك. وايه؟ احنا محتاجين الكلبشه دي تحصل جوه. هكلبشك كده على ظهري، مش همتصك جوايا، واخدك اخرجك بره مع الفضلات. يعني حتى نسبه كده مع بعض. بص حضرتك هتتاخدوا كده مع بعض وتاخدها وتمشي. يعني نسبه الدهون اللي احنا اكلناها جامد جدا بنسبه مش اقل من 90%. بالظبط. يعني انا بحرق القديم المتراكم. المتراكم ده بنحرقه ليه؟ لان بدخل سعرات اقل. بالظبط. واللي داخل لي بياخده على ظهرها زي ما قلنا كده. بالظبط كده، ومخارجه بيه. طب النشويات هنعمل فيها ايه؟ طب ما النشويات دي مصيبه برضه، ما تنسيش ان انا دايما عدو السكر. انا عدو السكر رقم واحد، انا نفسي ما يبقاش اكلنا فيه سكر خالص. ده مش كلامي على فكره، ده مش كلامي انا. بتركز على النقطه دي بالظبط. ده مش كلامي انا. مش عالم كبير بقى لدرجه ان انا اقول ما ناكلش سكر، لا، ده كلام ناس يعني احسن علماء العالم بيتكلموا في الموضوع ده دلوقتي. طب هو السكر يا دكتور بكل إدمان. صوره يعني بيعمل ادمان من الاخر. طيب بكل صوره بكل صوره.
يعني السكريات عموما الحلويات كده يعني بسبوسه كنافه حضرتك السمنه اللي ارتفعت في العالم بالنسبه العاليه من السبعينات لغايه 2009 بسبب مقابل ليها زياده استهلاك السكر مش الدهون مش الدهون الدهون قالوا ان الدهون هي اللي بتسبب السمنه الجامده لا الدهون طلعت بريئه هو السكر اللي بيسبب السمنه الجامده وانا شرحتها قبل كده طيب نيجي بعد كده نقول ايه ادي الدهون خرجنا نشويات بقى بنعمل فيها ايه بقى الاناسيليوم بقى كورس الاناسيليوم الغلق للشهيه واللي سايد على الحرق والى اخره بيعمل فيها حاجه ظريفه جدا بيغلفها بيغلفها بطبقه جيلاتينيه زي الجيلاتين انت لو عملتيها تبقى عامله زي الملوخيه زي الميوسلش كده ها دي بتغلف النشويات كويس فبتخلي بالذات انزيم الاميليز او الانزيم اللي هو بيكسر النشويات لجلوكوز ما ايه ما بيوصلهاش لا ممكن نشرحها بصوره يعني بالبلدي كده يا دكتور عشان لقمه العيش احنا بناكلها كويس انا علشان لقمه العيش دي تتكسر انا بقول زي ما انا اقول ده التجربه دي كنا بنعملها زمان واحنا عيال صغيرين تجيب لقمه عيش وتمضغيها تحطيها بقك كتير وتقعد تمص فيها هتلاقيها اتسكرت ليه النشويات بتتكسر بانزيم موجود في اللعاب هو موجود في المعده اسمه الاميليز ده بيحولها لسكر ده بيحولها لسكريات بسيطه طيب انا دلوقتي لما باخد الكربوهيدرات دي وباخدها وبحط عليها اللي هي الاناسيليوم او بودره الاناسيليوم كويس بتروح مغلفاها ما توصلش الانزيم ليها زي ما بنقول كده ايه قفلت عليها بالظبط هي عملت شيلد ما تحولش السكريات ما تحولش السكريات ما يوصلهاش تنزل بقى في الامعاء بعد كده هي دي ليها دور تاني في الامعاء ما فيش ده يشمل كل النشويات يعني الرز كل ما هو نشويات بيحصل معاك كده طبعا مش بنسبه 100% عشان برضو مش زي ما اخد سكر خام لا السكر بصورته بالصوره خلينا بقى السكر ده على جنب طيب يبقى اذا انا عملت ايه بقى اول حاجه ما حرمتكيش من الاكل خليتك تاكلي كميه معقوله دخلت لك سعرات قليله من اللي انت كلتيه ثالث حاجه اديت فرصه للجسم ان هو ياخد السعرات بتاعته منين من الدهون اللي موجوده اجي طب انا عايز اساعد الجسم تاني في الكورس الاناسيليوم ان هو يكسر الدهون اللي موجوده عنده لازم اساعده انشط انزيم تاني عنده اسمه انزيم اللايبيز انزيم اللايبيز ده بيكسر الدهون بنشطه حاجه زي الراسبيري الراسبيري بتطلع نور ادرينالين او نور ابينفرين ده بينشط انزيم الاميليز فبيحرق داخلي الشاي الاخضر بيحرق داخلي القهوه الخضراء خلاصه مش الشاي الاخضر العادي خلاصه الخلاصات موجود فيه يا دكتور في الحاجات دي كلها اللي انا بتكلم عليها كويس خلاصات كلها فبالتالي هو بيبتدي يخس وبيبتدي يشبع وبيبتدي ياكل ومبسوط جدا زائد ان احنا عندنا بقى في الخدمه الاساسيه عندي غير جوده المنتج غير ترخيص المنتج المنتجات مرخصه غير ان المنتجات ملهاش اي اعراض جانبيه لا تتعرض مع الامراض بل بالعكس بتساعد امراض السمن بتساعد امراض السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول كل الحاجات دي بتساعدها علميا مظبوطه الحاجات دي علميا طب انا المهم عندي بقى يعني اللب بتاع المنظومه عندنا هو الدكتور او الاخصائي التغذيه اللي بيتعامل مع مريض السمن عندنا ده بيرشدك للطريق السليم للحفاظ على صحتك بيرشدك يقول لك مثلا هناكل سلطه هنشرب ميه هننام بدري على فكره انه زي حد كده بيوجهني هو توجيه استخدم الكورس زي عشان يجيب افضل نتيجه ده غير الكورس هي دي الفكره لا اللايف ستايل كمان يعني دكتور هي مده الكورس بتكون قد ايه؟ يعني الكورس بيقضي شهر شهر بنخس فيه من 8 ل 12 كيلو باذن الله ان شاء الله كويس فانا بقول لك هو لا بينظم لك بقى بيقول لك مثلا هتفطر الصبح النوم من الحاجات المهمه جدا في التخسيس او كونوا فاكرين انك لما تنامي لك 10 ساعات ولا 8 ساعات ولا 9 ساعات ده وحش ده اهم حاجه النوم اهم حاجه عدم القلق بالليل اهم حاجه عدم الاكل بعد 8 بالليل انا بقول كده معلومات عامه كويس مالهاش علاقه بقى بحد عايز يخس حد عايز ده دي معلومات عامه للصحه ده لشخص طبيعي الانسان اللي بيجوع بالليل يعرف ان هو يبتدي يبقى عنده سمنه طب نعمل ايه يا دكتور لما نجوع بالليل؟ بما ان مصر كلها الناس كلها بتيجي بعد 8 ده بتبقى بعد 10 بالليل و12 12 ايه؟ 3 و4 الصبح الناس بتقوم في حاله جوع فجائيه بتيجي فبنتجه على طول ان احنا ناكل اي حاجه ده بدايه حاجه اسمها الانسولين ريزيستنس دي بدايه كده ده جرس انذار الجوع ان في حاجه اسمها ايه؟ الجسم ابتدى يقاوم الانسولين فبيبتدى يبقى فيه انسولين كتير في الدم فبيبقى عايز سكريات وعايز حاجات طب والدهون اللي بتاكل بالليل دي يا دكتور يعني مثلا كلت مثلا بيتزا بالليل الساعه مثلا البيتزا واحده بالليل البيتزا دي بدورش فيها على الدهون ده بدور فيها على الكربوهيدرات اللي ملياها يا جماعه مش هتعمل اكل البيت يا جماعه والله بقول لك المشكله بس الفكره ان في يعني في ناس بتبقى متخيله يا دكتور ان السعرات مش هتتحرق بص لو احنا جبنا حزمه بقدونس وقطعناها نص بصله وقطعناها كويس اي حاجه خضراء قطعناها وحطينا على بيضتين وعملناهم عجه قرص عجه وحطيناهم قدامنا والله بيبقى طعمه تحفه
انا غلطت. بيبقى حلو جدا. الفكره ان انا سد جوعي بس سد حاجه. على فكره انا بعرف اطبخ على فكره. كده هبتدي اقلق منك يا دكتور. هي الفكره ان انا اسد جوعي فين الفاكهه؟ بدون سعرات كتير، هي دي النقطه. فين الفاكهه؟ سمرتين فاكهه، بطيخ دلوقتي الشاب، كل فاكهه الصيف جميله. حتى العنب اللي بنخاف منه، حتى التين، بس الخلينا معتدلين. هي الفكره كلها الناس كلها تبقى فاهمه اكل ايه واكل امتى. بالظبط. فهي دي النقطه اللي دايما حضرتك بتوصلها لنا. بالظبط. وده بنوفرها عن طريق اخصائيين التغذيه اللي موجود، اللي بيتابعك اسبوعيا. يعني الموضوع منظومه، بتهيألي الناس حفظت المنظومه اكتر اكيد طبعا. يعني اكيد في ناس كتير تواصلت وزنهم بالفعل بينزل، وكنا اخذنا قبل كده حالات كتير قوي صور معانا على الهواء عشان تشوفوا بنفسكم ناس قدرت في فتره قصيره تغير حياتها. نورتني يا دكتور، الحلقه معاك يعني انتهت بسرعه جدا، بس حضرتك دايما منورني وبتجيب لنا دايما معلومات قيمه جدا بصوره مبسطه وسهله لحبايبي اللي بيتفرجوا علينا. نورتوني ان شاء الله لين حلقه جايه كتير مع بعض ان شاء الله. ربنا يبارك. نورتوني. حلقه دسمه كده وحلوه ان شاء الله عشان شغل العيد. ودسمه حلقه حلوه خفيفه يعني نص دسمه عشان شغل العيد ده. لسه يا دكتور في حاجات جايه كتير ان شاء الله عشان حبايبي يفضلوا متابعيني طول الايام الجايه عشان شغل العيد. كل سنه يا رب وانتم طيبين. كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل، مطبخ توت امراض بالمقادير بالتفاصيل بالصور بكل حاجه باذن الله. اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.